الروح ولا غير الروح هي التي سوف تعيد هيبة الاتحاد أو قليلة من هيبة الاتحاد في ظل عدم قيام الأجهزة الفنية بعملها على الشكل الصحيح، وأيضا الإدارة واستهتار بعض اللاعبين. فأتمنى عودة الروح للاتحاد كما عهدناهم سابقا، والسلام عليكم. أولا، غدا الخميس الديربي المنتظر بين الأهلي والاتحاد، ديربي الغربية، ولكن للأسف أول مرة يتقابل الفريقين، وهذه ظروفهم، مشاكل فنية، مشاكل إدارية، تأخرهم في سلم الدوري، ولكن احنا نقول إن شاء الله تكون مباراة تليق بسمعة الفريقين، ولكن ما راح تكون المباراة اللي احنا نعرفها عن الأهلي والاتحاد، لأن كلا الفريقين خيبوا آمال جماهيرهم. سؤالي لخالد سعود، ما هي أسباب سوء نتائج الفتح؟ ما رأيك بعمل الإدارة إلى الآن؟